في الفيديو ده هنتعرف على كيفية قراءة رسائل الماسنجر بدون علم صاحبها أو بدون علم الشخص المرسل للرسالة. الطريقة سهلة جدا وبسيطة. بنفتح الماسنجر زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، عندنا رسالة من عبد الرحمن محمد. زي ما احنا شايفين هنا في اليمين النقطة اللي باللون الأزرق دي معناها إن الرسالة لم يتم قراءتها حتى الآن، فعلشان نقرأها بدون علم صاحبها أو بدون علم الشخص المرسل للرسالة بنضغط على الاسم مطولا، هنفضل ضغطين على الاسم بالشكل ده لحد لما يظهر معانا هنا زي ما احنا شايفين الرسالة بعت لنا هنا: السلام عليكم، كيف حالك، كل عام وانتم بخير. بعد ما قرأنا الرسالة بنلمس الشاشة هنا في الاسفل في المكان الفاضي، بنرجع تاني زي ما احنا شايفين النقطة اللي باللون الازرق اللي في اليمين لسه موجودة وكأنك لم تقرأ الرسالة، وبالتالي تم قراءة الرسالة بدون علم الشخص المرسل لها. دي كانت الطريقة. لو حابب تعرف معلومات اكتر عن الماسنجر وعن كل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وشكرا جزيلا على المتابعة.